كل وقت الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. دي قناه شبكه تقين الاخباريه سعد. اهلا وسهلا. النهارده حضرتك نازل بصفه شخصيه ولا بصفه الحزب؟ لا ده الحزب اللي داعي، احنا حزب الوسط هو اللي داعي اليوم. المطالب يا دكتور، اهم المطالب. مطالب جدول زمن تسليم السلطه، والغاء حاله الطوارئ، والغاء حاله المدنيين، وتعديل نظام الاجور والمرتبات، كل مطالب الناس، العداله الاجتماعيه والحريه، الاثنين لازم يكملوا ان شاء الله. معظم الطائرات السياسيه والاسلاميه خاصه لا بتنزل، لماذا؟ والله اسالهم، احنا شعرنا بقلق، واحنا ضميرنا حركنا انه في قلق على ما يجري، فدعونا للنزول ونزلنا. شايف حضرتك اهم المطالب ايه؟ أنا قلت حركة أهم المطالب جدول زمني تسليم السلطة لحكومة منتخب ورئيس منتخب، وإلغاء الطوارئ، وتطبيق العدالة الاجتماعية بتحديد نظام الأجور بالنسبة للفئات الكثيرة اللي أضيرت أو إن ظروفها الاجتماعية صعبة تحتاج لحل. دي القضايا أهم، طبعا بإلغاء المحاكمات المدنية من محاكم عسكرية، تطهير النظام من بقايا النظام السابق، تطهير الدولة من بقايا النظام السابق، أعتقد أهم مطالبنا. قانون الانتخابات. قانون انتخابات الاحزاب مجتمع على انه في نقطتين محتاجين تغيير، النقطه الاولى متعلقه بالماده 5 اللي بتحرم الاحزاب من الترشيح، الحاجه الثانيه لابد من صدور قانون العزل، ابعاد الفلول اللي افسدت الحياه السياسيه 30 عاما عن المشاركه. تعليقك على الموافقه على الحزب لحسام بدراوي. هو مش بس حزب حسام بدراوي، الاحزاب السبعه ولا الثمانيه بتاعت الفلول اللي طلعوها لنا دي، يعني هو قانون العزل هيريحنا من الوجوه دي كلها. شكرا دكتور. شكرا لك.